زيد اخويا قنديل البضاعه وصلت من جديد عاوتاني سعيد يدمر ولا يبالي. اذا بيك ستوب اليوم غتكون الحفله عاوتاني. البارح كانت الحفله صحاب الكلاس والسيمي كلاسيك، درنا لهم شيميز والشورت ديال لاطوال واللوله والصباط. دابا صحاب السبور شورت بحال هذا حيد من الباب حتى الناس يدخلوا، شورت بحال هذا كندير 130 درهم بوحده. صبت الله مرحبا بك، تحياتي. لي كولور ديالو اجي قرب نشوفوا لي كولور اللي عندنا هنا. اذا ولا الشورت بحال هذا، هذا غير ابيض كارغو، واي تيشيرت هزيتي من لهنا اللي كانت دايره 80 درهم، يعني 80 و 130 هي 210. صوت خيالي في مدينه فاس اللي غيستمر ان شاء الله الى غايه يوم الاثنين ليلا. اي تيشيرت هزيتي مع اي شورت من هادو 129 درهم، 129 درهم الشورت والتيشيرت. بلاتي واش كاينه غير ابيض اخويا سائل؟ اجي عطيني اللوان، اجي عطيني اللوان، زيد عطيني اللوان، زيد عطيني اللوان ديالي، زيد عطيني اللوان. الله يبارك، شوف الشورت، اللهم بارك فين شوف، الله يبارك، شوف الشورت كيدا يا الله، الله يبارك. كاينه الشيبي بطبيعه الحال اللي هو البلوسيال، وكاين هذا الزريرق هذا في هذا لامارك هذه، الله يبارك. انا عاوتاني الموطار زيدني، كاينه النوار زيدني، الله يبارك. اذا اي شورت هزيتي من هنا زائد تي شورت من هادو 129 درهم، باك ديال سبور اللي غيستمر ان شاء الله الى غايه يوم الاثنين ليلا. اش هو مول باك جا لابس الباك كاع. شوف شوف هاد تي شورت هادي زائد هاد الشورت هذا في بيك ستور مدينه فاس، شوط بوحدو كان داير 129، دابا 129 غتاخذ بها لبسه. بلاتي خويا سعيد والصغار، والصغار اخويا سعيد شنو درتي معاهم؟ جيب لي البضاعه ديال الصغار غنديرو لهم بعدا الباك، ولكن قبل من الباك لونسومبل اللي دار واحد الضجه باش نخليو الوليدات ديالنا النهار ديال العيد يجريو شويه من 4 سنين الى حتى 14 العام، من 4 سنين الى حتى 14 العام. شوف معايا هنا، الله يبارك. اقل ثمن في المغرب دائما، كلشي بغينا يفرح والفائزين دائما حاضرين معانا. جيم بارطاج كومونتير تقدر تكون من الفائزين. شوف هذا كولور الاول، وهذا هذا غير كادو للزبائن ديالنا الكرام، راه مليح في الخدمه ديالو ولا في الثوب ديالو، هذا غير كادو من 4 سنين. زيدوا هذا، زيد هذا، هذا اللي ضيق الوقت مازال هذا، الله يبارك. باقي بزاف ديال لي كولور ما غاديش نحلو كلشي، زيد غير هذا شارك معاكم غير هذا من 4 سنين الى حتى 18. سعيد هنا سأسكت قليلا. وخصك تعرف الثمن باش عاد تسكت كثيرا. شحال؟ 59 درهم. يلا حيد عليا هادو باش نشوفو الباك. 59 درهم دابا غندخلو في الباك. الباك شنو فيه؟ من 4 سنين حتى 14 العام، من 4 سنين حتى 14 العام. مرحبا، حتى الشوميز داخله في الباك حتى هي، من 4 سنين الى حتى 18، وكاينه من 4 سنين حتى 16 في هادو اللي غنوريك دابا، هادو غيكون فيهم الباك. هذا راه هي السميطه ديالو، هاد القنبه هادي راه هي السميطه ديالو. شوف معايا، شوف معايا. الله يبارك، غنعطيك دابا الباك ديال الصغار. مرحبا بالاطفال الصغار. اذا سعيد جاب حوايج العيد، والثمن اقل ثمن في المغرب دائما. عطيني لي بولو اللي جاو جداد، هما هادو، هادو فيهم من 4 سنين الى حتى 12 العام، من 4 سنين الى حتى 12 العام. ها هما من 4 سنين حتى 12 العام. وركزوا معايا على هذا الباك شحال يدير، نديرو هادي مع هادي، وهذا مع الكحل، وهذا مع هذا. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. بولو غزال، بولو وهذا معاه، وهذا بركه بركه. هاي ها البضاعه الاخرى، ها البضاعه الاخرى. هاي من 4 سنين، شوف بولو كيفاش داير، الله يبارك. من 4 سنين الى حتى 12 العام، وكاينه 14 العام. اذا شنو هو الباك، شنو غيكون فيه؟ هذا وهذا لبسه ديال العيد 119 درهم، 119 درهم لبسه ديال العيد اللي فيها بونتا كور جين وفيها بولو، 119 درهم. تفضلوا جيتوا مع البرومو، مرحبا بكم. فيها شورت جين بحال هذا وفيها البولو بحال هذا، 119 درهم لبسه العيد، 119 درهم.
زيدني عاوتاني ولا بغيتها بالزرق حتى بالزرق 119 درهم ولا بغيتها بالزرق عاوتاني وعندها السيول خطرين 119 درهم البولو من 4 سنين الى حتى 12 عام والشورت من 4 سنين الى حتى 16 عام واللبسه ديال الكبار اللي فيها تيشيرت والشورت 129 درهم وبطبيعه الحال هذا الشورت هذا العالي الجوده الله يبارك رطب كي تلبس اوني سيكس باش من الباب اخويا يعطي الناس تدخل بحال هذا زيدني البلو مارين ديالو عاوتاني حتى هو غندخلو مع الباك واخا هذا بوحدو راه كندير 130 درهم هذا العرض هذا مستمر ان شاء الله الى غايه يوم الاثنين ليلا حتى القري فيه الله يبارك مرحبا صحتك شحال هو واي تيشيرت 129 درهم يعني الكبار ايوا خويا ساعد واللي بغى تيشيرت بوحدها شحال 100 درهم اخويا 49 درهم 49 درهم عطيني لي موديل اخويا ديال التيشيرت وريه في الكاميرا اي موديل وريه له 49 درهم زين تناول لي وانا نقول 49 سعد زين اللي وريتي اي وحده سيتي من تما 49 درهم 49 درهم اشوف 49 درهم شوف وكل موديل فيه اكثر من 10 ديال لي كولور اذا هذا البرومو اللي غيستمر الى غايه ليله العيد ان شاء الله ولكن العرض ديال الاطفال نهار 2 بالليل باش عاوتاني اريفاج جديد اشوف عاوتاني واحد لارتيكل عالي الجوده هذا فيه من عام حتى ل 18 عام شوف لارتيكل كيفاش داير هاد العرض هذا عاوتاني فيه الى غايه يوم الاثنين ليلا نهار 2 بالليل غيرجع الثمن ديالو الاصلي راه خويا هذا كان ديال خويا هاك افتح لي الطريق بحال هذا عطيه السيده 59 درهم 59 درهم الله يبارك اوني سكس بطبيعه الحال اي ارتيكل كان هو فيك راه كيلبس اوني سكس راه ما يمكنش هذا يكون بهذا الثمن فقط عند خوك سعيد بيك ستور سعيد جاب حوايج العيد ب 59 درهم نهار 2 بالليل ايد دار برومو وفينا هو داك البولو اللي جاني جديد فينا هو اللي وريتك هذا بعد عطيني منه راهي في الباكيه عطيني في الباكيه راه هو موافش لك هذا بحال هذا مرحبا بحال هذا شوف الله يبارك 39 درهم شوف من عامين 12 عام 39 درهم من عامين 12 عام والبنيات اش نشوفوا البنيات لبسه ديال العيد بالنسبه للبنيات شو شو لومبالاج قال لك ملي كيكون لومبالاج صعيب في الفتيح كتعرف باللي ارتيكل مليح راه شي شوميز بعدا نقولوا الثمن ديالها على المباشر هادي دابا غتصور 49 درهم ولا بغيت الشورت ولا بغيت الشورت حتى هو ب 49 درهم بلاتي دابا نمشيو للبنيات شو البنيات ارتيك دخلوا من الباب صديق تسعود دائما تسعود مهم تسعود راه كاين تسعود 99 درهم لبسه ديال العيد ورقه ديال 10 ياك اخي مرحبا مرحبا تسعود 10 القروش مغربيه 99 درهم غتاخذ احسن لبسه للبنيات ومستورده هذا ماشي ديك البضاعه العاديه 99 درهم لبسه ديال البنيات من الفوق لتحت يعني واخا تشوف لاكليم وهذا ما تخلعش اقل ثمن في المغرب دائما فين هما السريولات بلاتي لي بونتاكو راه مازال لي بونتاكو راه مازال هادو راه قلنا الباك ديال العيد شو الباك ديال العيد عطيني شي حاجه اللي فيها الحمر اللي غتجي مع هذا راه شي واحد من راه شي حاجه فيها الحمر لا عنده الدوق اختار لي البازيك شوف هاد البيسه بشحال 119 درهم 119 درهم يا بلاش ها راه لي الله يبارك انا عاوتاني ها السروال السروال ب 79 درهم اللي ما بغاه 79 درهم دخلوا من الباب جيتوا مع الباك جيتوا مع العروض العاليه القيمه اقل ثمن في المغرب شاد الخيرات هذا شوف راه لي شي بولو عاوتاني الماري ولا معاه هاد الخيرات وصلت هادي يجي شوف سحاب 18 عام شوف معايا مزيان هاد البيرميدا هذا هاد البيرميدا هذا ولا هاد البونتاكور هذا
راه اقل ثمن خصك 250 درهم باش تلبسو. قلب لي اخويا في لاكاليتي. راه اقل ثمن خصك 250 درهم باش غتلبسو. طبيعه الحال جاي كيعوم هذا اصلي 100%، هذا اصلي 100%، حدو حد 18 عام، ولكن 18 عام ديالهم ديال دوك الناس اللي واكل اللي مزقهم. الصمطه معاه كراتوي، الصمطه كراتوي. الله يبارك. بالنسبه لهاك الثمن، الثمن هاكا السميطه، السمطه دائما كراتوي، هاكا السمط. شو ها البيض، واخا البيض ما كنفتحوش. هاك ها البيض. بلا ما نشري السمطه حساب. الله يبارك، شو البيض كي داير. شحال غنديروا لهذا؟ 149. شوف، نهار الاثنين غيسالي فيه العرض. 79 درهم، منين؟ حتى لفين؟ من عام حتى ل 18 العام. من عام حتى ل 18 العام. واش خويا سعيد واش كاينه البلوروا؟ ها البلوروا. شو البلوروا؟ شوف شوف تبارك الله، وشوف معايا مزيان حقق. هاد البضاعة هادي كتوقف فقط عن سعيد بيك ستور. حكرا على بيك ستور، ما يمكنش تلقاها في شي بلاصة، وحتى ولا لقيتيها خصك 250 درهم. 79 درهم، راه هذا في البال بالي لبس ولد القاوري حتى طيب وغيبيعوه لك 150. 79 درهم. كنبيع لك البضاعة العالية الجودة بأقل ثمن في المغرب، زيدني شنو مازال عندنا؟ وهاد البولو أخويا اللي غنماريوه مع هذا كنيت، شوف بولو، أحسن مارياج، أحسن مارياج ديال الكولو. 79 درهم اللي هي 8 القروش المغربية، زائد البولو اللي غيمشي معاه. شوف شوف شنو لبيسة العيد ديال الناس الكويسة. شوف هادي هي لبيسة العيد، هذا بشحال؟ شحال قلنا؟ 70 درهم، و80 هي 150، ها اللبسة ديال 150، 150 راه صافي تكلاسيتي مع الأغنياء. داك اللي كيشربها مع 150 500 درهم غتلبس، غتلبس بشحال؟ 150 درهم هاد الباك هذا عاوتاني. والبنيات اجي نشوفوا البنيات، شو التهلع عاوتاني في البنيات. وليدات هذا اخويا، هذا وليدات هذا، هذا بونتاكور جين وليدات. ها هي بنيات، هذا بنيات، هذا بنيات. حتى هو كيما العاده سميطه فابور. شحال وصلنا في التصوير؟ يلا 12. 12 خصنا نقطعو. سميطه فابور والسريويل بحال هذا، الله يبارك. 80 درهم، 79 درهم. والوينات راه فيه اكثر من 10 ديال لي كولور، وكاينه لي تيشيرت باش ماريو، يعني اللبسات العاليين الجوده. تشوف معاه عاوتاني تيشيرت عاليه الجوده، وتاخذ باك 149 درهم. اذا شنو كان عندنا اليوم؟ كان عندنا باك بحال هذا، الشورت ديال 130، ولا هو التيشيرت 130 درهم، فيه الشورت والتيشيرت، واي تيشيرت هزيتي من هذه الواجهه 49 درهم، والشوميز اي شوميز هزيتي 49 درهم، وكان عندنا الباك ديال 119 درهم. وفين هو التيشيرت هذا خويا سعيد اللي لابس نتايا؟ اجي نشوف. هذا التيشيرت اصلي 100%، فيه البازيك اللي هو السامبل، وفيه الشارجي. هربتي علينا خويا. هذا اصلي 100%، اصلي 100%. انا قلت لك الطياره ماشي كيف الكار، حل الباب الناس يدخلوا. هذا اصلي 100%، والناس عشاق هاد لا مارك راه كيعرفوها مزيان. راه لي شي ارتيكل باش نزيدو نوضحو الامور. بحال هادي بهذا التويب هذا اصليه 100%، 100% كوتون، انيقه وفيها بزاف ديال لي كولور. الله يبارك. وكاين فيها الاوفر سايز، وكاين فيها النورمال، وكاين فيها سليم بيت. والثمن 79 درهم، 79 درهم. الله يبارك، شنو خير هذه اصليه 100%، اللي خدا جوج 149 درهم، يعني 79 وجوج 150 راه ما يمكنش. زيد عليك شو على طبيعات كي داير هذا الشيء، راه القطن والاصلي والبضاعه طرانيه. الله يبارك. زيدني اخويا، اذا الوليدات الصغار بغيت نشوفكم كاملين ان شاء الله من هنا حتى العشيه، باش ان شاء الله غنديروا واحد اللايف وسط المحل ديالنا. واحد صغر من هذا موجود. اذا هاد العروض هادو اللي كنقول لكم غيكونوا على المباشر هذا المساء، باش اي واحد جا هاد الثمن هذا راه ما يمكنش. كنقول لك يمكن على المباشر غادي يستافدوا، ويكونوا خمسه د الفائزين في وسط المحل، وخمسه د الفائزين اللي غتختاروهم نتوما. غديروا جيم بارطاج كومونتير، ونحاولوا اننا نشوفوا لمن غنربحوا. نخرجوا نشوفوا الموقع ديالنا حتى هذا ب 79 درهم بطبيعة الحال. خرجوا شوفوا الموقع ديالنا وعاد ندخلوا.
بالنسبه للموقع ديالنا في مدينه فاس، هذه هي بيك ستوب اللي بيع الملابس الجاهزه، رقم واحد اللي تكسر الاسعار في المغرب. اسمع مزيان، رقم واحد اللي تكسر الاسعار في المغرب. هالباك ديال البارح فيه الشوميز والشورت بشحال؟ 130 درهم شوميز والشورت. ولا سي عليها الصباط ديال 200، المعادله ما تخرج لك، تولي ب 249 درهم. ما يمكنش هذا الباك، مازال حتى هو العرض فيه الى غايه يوم الاثنين ليلا. هذه هي الحديقة ريكس اللي تدار في هذا المعرض هذا، وهذه هي بيك ستوب لبيع الملابس الجاهزة، رقم واحد اللي تكسر الأسعار في المغرب. على يدينا اليسار كاين هنا مكتبة الفجر، وعلى يدينا اليمين كاين شارع محمد الخامس، تما كاين مومبوان بواحد 15 متر كاين بيك ستوب. إذا نخليو الزبائن ديالنا الكرام يستافدوا من أقوى العروض، وها هو يغادر في حفل الله ورحمته.